10:36 دقيقة. مرحبا بكم من جديد ودائما معنا الأستاذ والباحث كريم العبد العلوي المختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعية، واللي غادي يجاوبكم أكيد على الأسئلة ديالكم المباشرة على أرقامنا 0522-36-10:36 أو 0522-36-05-36، كذلك عبر الأسماس على رقم 5566. أسماس يقول لك السلام عليكم، عافاك أنا أمال 28 سنة، مرضولي الأعصاب جهة اليسرى كلها لد مع الرجل، بغيت حل، يعني كتحس بحالي لا يعني نعسى عليها الجهة اليسرية. حيت ديما خذوا ذاك الأسماء اللي تيسميوها الأطباء باش تنحصروا الموضوع. مثلا الا تكلمتي بهذا الاسلوب اللي تكلمتي به الان، انا غادي نشك في لاسكليروز لاتيرال اميوتروفيك، واخا وهنا تبقى خصنا اشارات، وهذه الاشارات تدي توضح واش هي ولا حاجه اخرى. هاد لاسكليروز لاتيرال اميوتروفيك الا كانت هي غادي سيت اون مالادي اوتو ايمين، واحد اذا عندها علاقه مع المناعه الذاتيه، وهنا تنصح كثير بالحجامه ولا ساعات النحل، وخصنا نخدموا من الفوق من الراس ومن الاذنين، وحنا هابطين تقريبا 7 نحلات يوميا، ونخدموا بالحجامه وحنا هابطين لتحت مع المكان اللي فيه المشكل، لانه الالتهاب تيكون في الجهاز العصبي تيفقد واحد الماده سميتها الميلين تتكون في الجهاز العصبي، وهنا خصنا نرجعوها باش انه الوضع الطبيعي يكون من جهه. من جهه ثانيه الخلل اللي كان في المناعه، حنا ما تعطيوش لي كورتيزون نهبطوا المناعه، حنا بالعكس الخلل اللي كان في المناعه تنحاولوا نقيوا المناعه ونخليو المناعه تكون صحيحه، اذا تنعالجوا الخلل وذاك الحماق تاع اللي تيوقع في المناعه. وهنا فين تنستعملوا زيت الزيتون على الريق والخضر والفواكه كثير ما طيبينش، فتيكون تصحيح المناعه. وهكذا لا اس ال ا تاخذنا تقريبا 3 سنوات للعمل، ولي كونترول كل 6 شهور باش نشوفوا في الاي ار ام، نشوفوا لاميلين واش تتحبس ولا تتزيد، ان شاء الله تتحبس ما تبقاش الالتهاب. وهكذا يمكننا نعاود نصحوا الاخطاء فتنبليو ميلين جديده على الجهاز العصبي، والوضع تيرجع للطبيعي ديالو في الصحه والراحه. ندخلوا ناخذوا اتصال اخر. السلام عليكم توريا. السلام عليكم. لكم السلام اختي، عافاك بغيت ندوي مع الدكتور. كيسمعك؟ نعم تفضلي. انا كنت مريضه بسرطان القولون سبيل الله، ودرت شيميوثيرابي لمده 6 شهور، هذه دابا 5 سنين، والان تنعاني من البلاكيت، عندي طايحين وتضخم في الطيحان. واخا اذا شوف انتبه معايا ثلاثه د الحوايج، الاولانيه سرطانات ديال الامعاء ما تتعالجش بلا شيميوثيرابي. سرطانات الامعاء تتعالج بالخضر الخضراء ما طيبينش، وتتعالج بالعسل وحبوب اللقاح. حبوب اللقاح هو نتاج تاع النحل، هو اللي تيجمعوا من النباتات وتيجيبوا للصندوق. اذا فالناس كلهم اللي تبعوا معنا 3 شهور الاولى بالنسبه للمصران الكبير، اذا كانت فيه حبوب بوليب او فيه سرطانات الحمد لله تيبني من جدا وجديد 30% في 3 شهور الاولى، سنه كامله د العمل تيطلع جديد 100%. اذا فالتغذيه واحد، ثانيا لا ساعات النحل تنطردوا لي بوليب، تنطردوا الالتهابات، تنطردوا العياءات، وتنعاودوا نطلعوا مصران جديد. ثالثا لقينا راسنا على انه كاين واحد الماده اللي عطات نتيجه في اعاده بناء المصران الكبير، هو المرجان. المرجان فيه الفينولات، الاطباء كلهم الاختصاصيين كلهم تيفهموا هذه الماده هذه، فتطرد تعفنات وتتعاود تبني الامعاء من جدا وجديد. ولاحظنا في الاخ سي اش كيبنى جديد، والكرون كيف انه مصارن ما تيبقاش وتنطلعوا مصارن جديد، الاخ سي اش تتعالج وتنطلعوا مصارن جديد، وهكذا لقينا راسنا عن طريق هذه المواد تكون نتيجه. اذا فالعدو اللدود للامعاء هو المواد الحيوانيه كلها، في حالة ما كان ضعف بحال البلاك عندك النازلي تاخذوا طاجين الحوت، لانه الهضم ديالو اقل من 3 سوايع، ولكن الفوائد ديالو كثيره، ومع المعدنوس والقشور الرمان والزعتر والشيح الى طلب الامر مع العسل، تنعاودوا نخيطوا ذاك الجروح وتنطردوا السرطانات. لذا كثير منهم اللي كان عندهم هذا المشكل شحال ديال اللص خلاحوه مع المخرج وتخلصوا من ذاك تيكون داك الشيء مقياح او تيكون في الخضوريه والصفوريه او الكحوليه. وهكذا تنحسوا على انه كاين تجديد الخلايا، ومع انكولوسكوبي من بعد كل 3 شهور تنشوفوا على انه تتقل السرطان وتبني مصران جديد بالصحه والراحه. ما يكون بس ناخذ اتصال اخر. خديجه السلام عليكم.
للاسف قطع الخط ونقراو اس ام اس يقول استاذ السلام عليكم الله يجزيك بخير انا عندي بوم زوي وكانت عصب متبعه الطبيب لكن الدواء ما دار ليا والو. هو الدواء ما يديرلك والو حيت المشكل في الجهاز العصبي والجهاز العصبي سيدهم اللي تيعالجهم مزيان هو الخضار الخضراء كلها لانها اشتدت تتحرر لي سينابس لي كونيكسيون وتعاود تنشط الجهاز العصبي بتنقيم كل الاخطاء اللي كاينه وهكذا لقينا على طريق لساعات النحل تنعاودوا نخدموا فالناس كلهم اللي تبعوا معنا لا من داخل ولا خارج اوروبا ما داروش النحل او داخل المغرب وداروا النحل لا كولوباتي اون موان دو 3 موا متوسط زمني ديال 3 شهور تربحوا حتى 70% 80% وكل ما زدنا 3 شهور ثانية وثالثة 6 شهور 3 شهور تيمكننا نعالجو لا كولوباتي 100% فهذاك الاسلوب ديال العلاج بلي زونتي ديبريسور بحال اللي المرض تيكون في قنت وحنا تنعالجو قنت اخر والناس طاحوا في مشاكل ديال الانتحار والرغبة للانتحار يعني انه ماشي تنعالجو تنعقدوا الامور ولي زونتي ديبريسور ماشي حل فخصنا نكونوا واضحين ونكونوا علميين ومنطق الاحساس باين والمنهجية العلمية راها باينة اذا عرف السبب بطول العجب مشوا للسبب ما مشوش لحاجة اخرى ونقولوا للناس راكم ارتحيتوا وبالعكس حنا غير تنهدؤوا وتنخليو الرماد تنخليو الجمر تحت الرماد وهذا خطا فادح. نعم سؤال اخر عبر الاس ام اس كان وزنه اتصال واس ام اس تيقول السلام عليكم بغيت نسولك الله يجازيك بخير الوالده ديالي عندها شي حجيرات صغار في المراره شنو ممكن تاع سيدهم هو النبق تعلموا تغليوا الماء وديروا النبق واخا تشربوا 3-4-5 لتر في النهار ماشي عيب مزيان 1-2 البصل والعسل لانه تيوسع القنوات الدمويه وتيعاون في الذوبان ديك الحجيرات 3 ما تنساوش انه كاين مواد اللي مهمه في هذا النوع من الحجر فخصنا نعرفوا النوعيه ديالو والقاعده عندنا شنو هي هو الاول الباربا مع التفاح والمعدنوس عصائر مهمين جدا ولكن حيدوا لي الحيواني حيت ما تيساعدش الكبد والجهاز المناعي ديالنا يشتغل مزيان وهكذا غادي نلقاو راسنا على بعد 3 شهور ندير ان كونترول بالصحه والراحه. نعم ناخذ اتصال ديال اشرف من الرباط السلام عليكم. مرحبا صباح سعيد. يا هلا مرحبا اسعد. كنرحب بالدكتور وكنرحب بك اخت مقدمه البرنامج. عندي غير واحد الاشكال بسيط غنعرضو عليكم. مرحبا. انا عندي مشكل في المسارن. نعم هذا المشكل في المسارن تيديروا لي واحد الالم رهيب. نعم وتيخليوني نفيق من النعاس واخا انا ما شبعش اي نعاس يعني تنفيق على وقع الالم وتيزداد الضغط ديال هذا الالم هذا لما كيكون شي ضغط في العمل و اون بليس كو سا كي منين كندير شويه د الرياضه تيتخفف هذا الالم وفي الصباح كيجيني داك لونفي دو فومير يعني كي رغبه في التقيع وهذه الرغبه في التقيع كتسحب لي الشهيه وكنبقى في واحد الفتره ديال عدم الاكل من ملي كنفيق في 7 الصباح حتى ديك 11 عاد كتجيني شويه لابيتي وهذاك الالم هذاك الالم بحال كنقص كنحس بالمسارون ديالي تيتقلصوا. ولكن الطبيب ماذا يقول؟ دارلك شي كاميرا دارلك شي فحص؟ قال لي يا ودي بلي راه عندك ميكروب واحد الميكروب طبيعي كيكون عند كاع الناس ولكن انت عندك شويه متفاقم. الميكروب في المسارن ولا في المعده؟ قال لي في المعده. شوف هذه اكذوبات اخر الزمن. نعم. ما بقاش ندوخوا على راسنا بزاف، هو غتغلي شويه الزعتر. نعم اسيدي. ومع شويه الماء وعسيله وشربوا 9 المرات في النهار 3 ايام متابعه ما تاخذ لي لا اكل لا حتى شي حاجه، غادي هذا الالم غادي يمشي بدايه. ثانيا خصنا نتعلموا ناخذوا شويه ديال المرجان نغرغروه ونشربوه 7-9 مرات اييه ديال الزيتون راه انا تنفرقوا في سبيل الله في المراكز عندي هادوز غادي تاخذوا بدون مشكل تغرغروا هذاك مزيان في الليكوباكتير ان ديزانفيكتون اكسترا اوردينير. ثلاثه انك ضروري انك تكون عندك نظام غذائي. انا تنصحك في هذه الفتره هذه بالعصائر الفواكه خضر ما طيبينش والحسوه تشعل مع الثومه زيت العود والتمرات واحد المده ديال 5 اسابيع غتجيك مع رمضان هائله تبعها ليا واعطيني اخبار ولكن دير لي ملي تكمل ملي يخرج رمضان ان شاء الله تعالى بالصحه والراحه من بعد العيد دير لي فحص وقول لي اش كاين. علاش؟ لانه ما نخليوش هذا النوع من المعلومات فضفاضه. والحمد لله كل ما يلزمنا ويعاوننا ونضبطوا الاتقان ديال المعلومه ونحصروا الموضوع بشكل صحيح ممكن لان الاليات كلها كاينه فقط الجديه ونحطوا الخط المستقيم. دكتور من فضلك واخا نزيد ممكن؟ تفضل. دكتور بغيت نعرف شنو علاقه الرياضه بانخفاض الالم؟ هو انت عندك التهابات وسيد الالتهاب والاكسجيناسيون يعني ممكن انك تحط ديك بنيه فوق كرشك
وتحاول انك تنفس تنفس عميق غادي يخفف عليك الالم لان نشطتي الدوره الدمويه ودخلتي لوكسيجيناسيون. لذا نقول نقول زيت الزيتون والخضره الخضراء سيد الاكسجين في الجسم ديالنا، علشان حنا تنتكلموا بلي زونتي اوكسيدان ما كاينينش في الطايب، كاينين في الخضره ما طايباش، المعدنوس كرافس فواكه كلهم ما طايبينش، تيعاونوا في هذا الاتجاه. لذا تجديد خلايا الجسم في هذا الاتجاه هذا، اذا حاول تمشي في هذا الاتجاه ومن بعد 5 اسابيع عطينا خبر. دكتور من فضلك واخا ممكن ناخذ لك اوردوني ديالك خارج البرنامج؟ ما شاء الله الاخوان ديال الاذاعه يعطيهم لكم، اتصل بهم. نعم. اشرف شكرا لك وشكرا على اتصالك وليك ولكل المستمعين اللي سبقوك وكانوا بغاو رقم الهاتف او اي يعني طريقه باش تواصلوا مع الاستاذ. بطبيعه الحال يمكن لكم تواصلوا على الرقم 0522 36 83 03 او 04 0522 36 83 03 او 04. هكذا يمكن لكم تواصلوا وتستافدوا من مرجان مجانا ديال الاستاذ او لا تسولوا على اي مركز من المراكز ديال الاستاذ. ناخذوا اتصال اخر هذه المره من مراكش. ناخذوا رشيده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اختي امينه. مرحبا بك. مرحبا بك رشيده، الله يبارك فيك. الله يجازيكم بخير على هذا البرنامج. مرحبا بك مع الدكتور. نعم كيسمعك تفضلي. السلام الدكتور، الله يجازيك بخير. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الله يجازيك بخير سيدي. بغيت نسولك، حيت فايت دورت ليك وعطيتيني الريجيم والدواء اللي قلتي لي راه استمرت. اش كان عندك؟ على الغدة الدرقية الكوادخ. تبعتي شوية، شحال المدة؟ مدة 6 شهور هذه. وشنو الفرق اللي حسيتي به؟ ايوا المهم ما حسيت انا بوالو، ودرت لا ساعة النحل، وصلت دابا 11 النحلة كنديرها يوميا. واش 11 مزيانه ولكن 20 حسن، ولكن 11 مزيانه. دابا انت باش تعرف غتمشي عند الطبيب ديالك وغادي دير واحد الكونترول ايكوغرافي بحال بنيتها تبعت 6 شهور، تبارك الله لي نودول كلهم مشاو باذن الله، والغده صغرت لها. دابا حنا خدامين باش تكبر، حيت كان دي نودول في الغده والحمد لله مني مشى وارتاحت منه. دابا تنبنيو الغده من جده وجديد. دابا الحمد لله عندنا المئات اللي تبارك الله براو من الغده الدرقيه، اما التهابات او دي نودول. فانت اللي غادي دير غتشوف الطبيب دير فحص، وانا غادي يكون ان شاء الله في ولا تيمه السبت باذن الله تعالى. فجيب لي جيب لي التقرير والفحص وما يكون الا خير. عفاك بغيت نسولك باقي واش مستمر باقي في هذا الريجيم، حيت مده 6 شهور هذه تبعت الريجيم. ضروري ممكن تمشي حتى العام ونص، ولكن شكون اللي تيحكم بيناتنا؟ هو الفحص. حتى هو خصني نشوفك باش ندير معاك، خصني نشوفك باش نشوف واش تبعتي مزيان وكيف تبعتي والوتيره غاديه مزيان، وعلى اساسها غنشوفوا ليكوغرافي اللي غتمشي ديرها دابا، تمشي ديرها عند الطبيب ديالك باش من يكون هاصت فولا تيمه. مرحبا بك ان شاء الله ما يكون باس. رشيده شكرا لك، شكرا على اتصالك عبر الاس ام اس على رقم 5566. كيقول السؤال ديال فاطمه اب مع عبد الصمد، مشكله ديالي فيا كيس في الوالده، دوزت عند طبيب عطاني دواء 3 شهور كملته، دوزت عطا قالوا لي بلي ما دابش، عطاني الدواء عاوتاني مره اخرى، منع ممنوع كتقول وقيل الحمل عام، وكتقولوا في هذا العام هذا على اي كاين اثار ديال دوره شهريه، ولكن بدون زعما دوره شهريه. السيده عندها 50 سنه تبعت عندي هذه 3 اشهر على اللي كيستمشاو تبارك الله، ودابا رجعت لها الدوره الشهريه، راه تتبع تبارك الله على الوليدات بدات هذا الاسبوع، طلبوا لها التوفيق اللي كيستيدوبوا عن طريق البصل والعسل واحد، عن طريق تجنب الحيواني 100%، عن طريق برو كرافس معدنوس، هذه ولات قناعه عند المغاربة كاملين، حتى داخل حتى في اوروبا ودولة الجزائر وتونس تتبعوا معنا كثير الناس الحمد لله لقوا الراحة ديالهم. إذا فما تبقاش الكيماوي شحال مرة دار فيضان الدم عند الناس اللي تبعوه، وأنتم شفتوا الحلول ضعيفة جدا. فإن شاء الله حاولوا تاخذوا البصل والعسل وركزوا على تغذية صحية، غتكونوا إن شاء الله في الصحة والراحة. اللي بغيت نركز عليه هنا حاليا هو ديما ميستعصى الأمر نباتي 100%، وما طايبش خضار فواكه، قلبوا على الليشو على على اللوبيا الخضراء على المعدنوس على الكرافس على البرو، خذوا الحسوات الشعير خذوا التمر وباركة 3 شهور غيبان لكم الفرق، وكثير من الفرق تيكون متميز. نعم. سؤال اخر، ستقول مستمعة انا عندي توكال قديم، هذا السؤال خاص بها، ثم الاب ديالي كتقول هذه 20 سنة باش مشالوا البصر، واش كاين عنده امل؟ عندنا ما شاء الله اكثر من 160 واحد اللي خرج من العمى باذن الله تعالى. الطريقه عطيتها لكم، منهم واحد الشاب كان عمى والحمد لله ربي جاب له التيسيرات يشوف الان، وخا دز مده طويله يعني، وخا تكون 20 سنه
ديال المده وتبارك الله عليه مني برا مشى عند صاحبه نفس الطريقه اللي هو تبع طبقها على صاحبه تا هو عمى بدا تيشوف بمعنى اسلوب خفيف مواد مالوفه الحمد لله الطريقه قابله لي حتى ان تعمم على الناس انتم لاحظتيو في هولندا سيده كانت عمياء وبرات في هولندا بلا ما جات عندنا اللي في بوسطن توا كان اكويتي فيزيوال نازله ديكولمون دغيدين الحمد لله تيشوف مخير دابا والناس يقلبوا على النحرات في بوسطن تيشريو النحله بدولار وحده حنا تبارك الله عندنا صندوق النحل بألف درهم بمعنى شوف هذا الخير اللي حنا تنتمتعوا فيه خصنا الحمد لله على البلاد الطيبه وهذا الخير اللي عندنا فنتعلموا ونعمموا نتعلموا ونعمموا حتى الرحمه تعمنا. نعم سؤال اخر كيقول عن او سؤال ديالها بعدها هي النيت الخاص بالتوكال قديم. التوكال انا عندي ثلاثه توكال كيفاش كتعرفوا انتم؟ انا ما تنعرفلوش انا فقط تنتكلم على التسمم الا كان تسمم. فوالا كيفاش كتعرفوه؟ ما قد انه تسمم هو تسمم هادشي اللي نقدر نتكلم عنده متخصصين حيت الغريب اللي خصنا نتعلموا مع الناس الباحثين والناس اللي تيمارسوا هذا النوع من العلاج هو كل ما تيجيو ثلاثه اربعه خمسه هاد الحالات تيكون عنده معرفه وكل ما تيوصل 60 الف حاله 100 الف حاله تيكون عنده تمكن لذا انه خصنا نخليو متخصص يتخصص هو يبرز لنا الامر تجربتي انا شخصيا في هذه العمليه هذه هو كل ما هو تعفن حنا عن طريق لسعات النحل من جهه بصل عسل ثم المرجان تيتقيا الواحد ولكن الغريب حسب الشيء اللي تنسمع من الناس انه تيبقى الاثر ديالو على الكلاوي على الكبد وهكذا فهادشي كله حنا تنقولوا خصنا النباتي 100% من نوع الحيواني وكلهم اللي خداو المعدنوس كثير والخضار الخضراء كثير مع اللسعات بات لهم النتيجه فقط كاين اساليب ديال التقيؤ اللي تيستعملوها الناس الاختصاصيين في هذا الاتجاه هذا تيستعملوا مثلا الحليب تيغليوه تيدير فيه شويه سكينجبير وشي حويجات اخرين وتبداو الناس يتقيوا هذا اسلوب وتيرتاحوا الناس ولكن ماشي الراحه كامله فنتمنى انه الناس يبداو ياخذوا لسعات جهه الامعاء لو كوردون امبيليكال ويحاولوا يتعلموا يشربوا الماء بزاف باش يتبولوا ويحاولوا يستعملوا البصل العسل باش يتقيوا ويحاولوا نقيو الكلى من كثير من الاعراض ونحاولوا نبنيوها من جديد هذا الشيء اللي نقدروا حنا نتكلموا فيه بصفتنا حنا هذا الموضوع ماشي من التخصص ديالنا ولكن كتسمم نقدروا نتعامل معاه في هذا الاتجاه ونخليو المتخصصين هما يتكلموا ويفيدونا حتى ان شاء الله للتخصص كلمه القول الفصل باذن الله. نعم طيب سؤال اخر على الاس ام اس 5566 كيقول لك وصفه لنزله برد وكذلك ارتفاع درجه الحراره. الوغ شوف ديما في نزله البرد الماء مغلي كبير او صغير وكل ما كان صغير قبل من 5 سنين غليوا الماء ديروا بصيله وعوموه مع قويلب ديال الثومه هادو اسلوبين مهمه الماء مغلي للناس الكبار الماء والبصل الحمام لوليدات الصغار مع القويلب ديال الثومه وثم كل ما نزلت البرد شدات بلاصه البصل والعسل مع الماء 7 مرات وخضر فواكه ما طيبينش اقل من اسبوع الحمد لله الانسان تيرتاح وممكن ترجع المناعه بشكل صحيح. نعم سؤال اخر تيقول انا مديحه عندي تبول لا ارادي. شحال العمر؟ لم تقل. بدات يمكن 20 سنه لا. لا ان شاء الله كاين علاج لا ما تخافوش من هذا الامر انا غالبا تنمزح شويه غير باش شويه ندفع الجو الجديه والعمل فقط لقينا بحال هذا النوع بحال سيده 31 سنه قريب بقى العقد الزواج اسبوعين وعندها هذا الحرج فلا ساعات النحل عند في العانه جوج ثلاثه حتى الخمسه في العانه وفي الظهر واحد جوج ثلاثه اذا تسعود لا ساعات في النهار تيعطي نتيجة وتخفف من الألم غالبا تيكون تعفن أو التهاب أو مشكلة ديال جهاز عصبي فلذا تنزعوا جهة الأذنين فبين تسعود النحلة حتى 11 نحلة ممكن 15 نحلة يوميا بين 3 أسابيع حتى 7 أسابيع تتكون نتائج ولكن نباتي 100%. سؤال كتقول هذا ميساج أورجون الله يخليك بغاو يحيدوا لي الطحال حيت منفوخ بزاف تحاليل كتقول بيوبسي والموال أوزوس ودي فوا مزيان الله يرحم والدين. لا ان شاء الله ما تحيدوش والناس اللي جاوا عندي بحال السيده عندها الخمسينات غادي تعطي حال من فوق وتتبول ماده كحله في البول ماشي في الخراء والغريب في الامر انه من تبعت البصل العسل 3 اشهر الطبيب تلف قالوا كيف قديتي الطحال وتنقيده فبصل العسل 7 مرات ونباتي 100% مهم غالبا عندك ترومبوبين عندك لي بلاكيت نازلين هو الحاله اللي تكلم عليها في الاول هنا تنقدر نعطيك
خاصة السمك أبيض ماشي الدجاج البلدي. الدجاج البلدي مزيان ولكن في هذه الحالة غادي خصني نشد الطيحان نرجعوا الأصل ديالو لا في الحجم ولا في النشاط ديالو. إذا فبصل عسل ونعطيك السمك الأبيض دير 300 غرام مع الثوم معدنوس خذ ليش وتفاح ما أمكن. وهنا إن شاء الله من بعد 3 أشهر عطينا خبر كان شي استعجال عطينا خبر أما تحيدوا ممنوع حيت لي حيدوه كلهم تكرفصوا. فاطمة من سنغير كتقول عندي حلاقة ما 6 أشهر دابا ويعني باقي كتعاني منه مع الثاني كتقول شي وصفة الله يخليك. صفة قويلة بدلتهم شوي 3 مرات تتشوي في القشرة ديالو ميتي تفتحي القشرة ديال الزويتة وعسيلة قويلة عندنا ساعة النحل في جهة الودنين والحلقم 2-3 اللي من اليسار غادي ديرهم يوميا لمدة 3 أسابيع وغادي تاخذ ماء بصل عسل أو ماء حبوب لقاح عسل 7 مرات خضار فواكه نباتي 100% 3 أسابيع الأولى تتبدا ترتاح 3 شهور إن شاء الله مشكلة ديال الالتهاب والعيات وختك حتى لك كانوا مثقوبين ما تيبقاوش والحمد لله بالشفاء العاجل. آخر اتصال ناخذو من عند آسيا من الحسيمة. السلام عليكم. عليكم السلام لنا. السلام عليكم كنشكركم على هذا البرنامج كنشكر السيد علي والله يبارك عمرو. مرحبا جميعا. هلك أنا أصل مهم أنا عندي الاكتئاب والأعصاب وديجا كنتبع هذا البرنامج وكنتبع الوصفة ديال السي العلاوي. مرحبا. مرحبا. وكنديال المهم كنتبع الوصفة كنديال نحل فوق المعدة. مزيان بزاف. نعم. مزيان بزاف. مزيان. كندور نحل فوق المعدة وكندير واحد النحلة فوق العمود الفقري. جميل. وحيت الجميع ممكن فانا كناكل غير الحوت الطاجين مشوي الشلاضه الخضره والديسي هادشي اللي كناكل عندي في التغذيه تبارك الله. ولي سمعت عن خصني غندير الحجامه وليني ما عارفاش من متافي غنديرها وعندي مشكل التونسيون كيهبط واش يمكن ندير الحجامه؟ لا التونسيون مدام التونسيون تيهبط ما داش الحجامه غادي تزيد لي غادي في الكتفين غادي دير لي 7 النحلات حيت الطبيب 7 النحلات في الكتاف ديالك. الكتاف؟ الكتاف في الكتفين الظهر ديالك. الكتفين غادير فيهم نحيلات 7 النحلات راه واحد الطبيبه جات عندي قبل من شهر مشى الاكتئاب دخلت عندي المكتب قالت لي سي العلاوي كيف هذا الاكتئاب تيتعالج بالنحل؟ هنا في الناس كلهم 90% اللي دازوا عندنا تم 300 واحد عنده الاكتئاب كلهم تبارك الله كاين الاسبوع الاول برا كلي في 3 أسابيع كلي 3 شهور الأولى الاكتئاب النحل عطى نتيجة ما شاء الله. أنت تدير زيت زيتون تتاكل مكلة نقية إن شاء الله تعالى بديتي لا ساعات في الكتفين وغادي ديرهم جهة الأذنين إن شاء الله غادي يساعدك كتيف الاكتئاب باش تغلب عليه. جهة الأذن واش من هاد الجهة ديال راسها ولا من الجهة ديال العينين؟ جهة اللحية جهة اللحية هنايا عرفتي حدا وديك من القدام من القدام فوق لا مشواخ فوق لارتيكولاسيون مشواخ ماشي من اللور وديما كتجيني الدوخه ما عرفتش علاش بدا تاخذ شويه ديال التمر والزبيب والشريحه حتى 100 غرام في النهار وبدا دير معاهم زرعه كتان جنجلان نافع مزيانين بزاف. شحال عندك من عام بنتي؟ كان عمرك 600 تبيعو مزيان بدا تاخذ حتى 100 غرام في النهار ولا لابد تزيد شويه القرفه مع زرعة كتان الجنجلان باش يعطيك شويه ديال القوه وشويه ديال الراحه. نعم شكرا يلا وعطينا خبر ما يكون باش. شكرا لك كذلك استاذ والباحث كريم العبد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه كنشكرك بزاف على حضورك معنا وعلى الاجابه على كل اسئلتك.